للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، وفي إطار التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية بوساطة مصرية قطرية، تم الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة بيتضمن تبادلا لعدد من المحتجزين، بالإضافة أيضا إلى إدخال المساعدات. قراءتك لهذا التطور الأخير الذي يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية؟ يعني بداية طبعا التوصل إلى هدنة هو طبعا نتاج وثمار الدبلوماسية المصرية النشطة والفاعلة منذ اليوم الأول، منذ أحداث غزة وحرب سواء اندلاع حرب غزة. تحركت مصر على المسار الإنساني والسياسي والأمني، المسار الإنساني في إدخال المساعدات الإنسانية ونقل وتأكيد أن الفلسطينيين هذه من جرائم جماعية وأنه لابد من هناك تدخل دولي، وهذا يتطلب أيضا وقف إطلاق النار والتوصل الى هدنة إنسانية. نعم. وهذه حقيقة نتيجة للاتصالات المصرية المكثفة مع الشركاء الإقليميين، مع قطر ومع أيضا مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هذا يتوج اليوم لهذه الجهود التي بتعكس طبعا حرص الدولة المصرية والرئيس سيسي منذ اليوم الأول على وقف هذا العدوان، وقف هذا الدمار، تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه الهدنة هي بتعكس أن بعد 47 يوما لم تحقق قوات الاحتلال أهدافها، لا في إطلاق الرهائن ولا في القضاء على الصمود الفلسطيني. نعم. في رغم هذا الدمار الشامل، وكانت خلال طوال حقيقة على الجانب العسكري أنها تدخل المستشفيات وتجد الرهائن وتحررهم وبالتالي تعلن انتصارها، لكن حقيقة خاب ظنها، وبالتالي ما كانت ترفضه في السابق قابلته اليوم هو نتاج حقيقة جهود مصر في حشد الرأي العام العالمي وتغير مواقف الدول فيما يتعلق بهذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة. كانت البداية دكتور أحمد ب يعني الموقف المصري الواضح والقوي والصريح جدا، بيتمثل طبعا في التصريحات المتكررة والثابتة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التهجير تماما بالنسبة للفلسطينيين خارج أراضيهم أو تهجيرهم إلى سيناء، وكذلك أيضا إدخال المساعدات بشكل مستدام وبشكل سريع وضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية، وها هو قد وصلنا إلى هذا الاتفاق، مما يؤكد على أهمية هذه الجهود المصرية المستمرة حتى الآن. إذا ما تحدثنا عن التطور الأخير أيضا دكتور أحمد، وهو التنسيق المصري الأردني الذي حدث اليوم والترحيب تجاه هذا الاتفاق، بالإضافة أيضا إلى ضرورة أو المطالبة من قبل مصر والأردن بضرورة إطلاق اتفاق سلام أو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. في الواقع دي نقطة مهمة، لأن حقيقة مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية على مسارها السياسي. استطاعت مصر مرة أخرى أن تعيد القضية الفلسطينية إلى قلب أجندة المجتمع الدولي، وتأكيد أن ما حدث من انفجار في 7 أكتوبر ما هو إلا عرض لمرض، هذا المرض واستمرار الاحتلال غياب أي أفق للتسوية السياسية، ومن ثم بدأت أن الحل الشامل والجذري لهذا الصراع وتجنيب المدنيين الويلات من الأطفال والنساء لابد من سلام عادل ودائم يقوم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ولذلك وجدنا اللغة العالمية الآن كل الدول تتفق على حل الدولتين، على أن لابد من التسوية السياسية، وهذا طبعا ارتبط به موقف مصر وخطوطها الحمراء والآتية الحاسمة فيما يتعلق به، لا لتهجير الفلسطينيين قصرا، لا للتوطينيين في سيناء، لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري. وبالتالي شكلت هذه الخطوط الحمراء حقيقة حائط صد وصمام أمان، وبالتالي يأتي التنسيق الأردني المصري في إطار إجهاض المخطط الإسرائيلي بالتهجير القسري لسكان غزة أولا، ثم الانتقال بعد ذلك إلى سكان الضفة الغربية. وبالتالي نجحت مصر حقيقة والدبلوماسية واتصالات الرئيس سيسي وجهود مصر المتواصلة فيما يتعلق برفض وإجهاض هذا المخطط. هدنة اليوم تمثل نجاح للدبلوماسية المصرية، تمثل تخفيفا عن المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. نعم. لتعيد القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى أصولها وجذورها، جاءت بعد أن يعني كانت تم توارث في السنوات الماضية. كل هذا بيعكس حقيقة هذه الجهود وهذا التنسيق المصري الأردني، وأعتقد أن الدبلوماسية المصرية وإشارة الرئيس بايدن اليوم بالرئيس سيسي وبدور مصر يمثل ويعكس الدور المركزي المصري كدولة مفتاحية في معادلات المنطقة، وخاصة معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومصر لديها ثقة سياسي وأمني ولديها إدارة. وبالتالي هذه الهدنة اليوم وهذه الجهود بتعكس حقيقة
هذا الجهد المصري حقيقة والثقة المصري في الدعم المتواصل والثابت للقضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. بالتأكيد أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.